أنا أريد أعرف ما هو المجال اللي أبدعتي به، يعني من فكرة، موجز، أريد موجز عن براءة الاختراع الخاص بحضرتك. نعم، أشكرك بالبدء على اختيار هذا الموضوع المهم والحيوي. بصراحة أنا تخصصي الدقيق هو الأحياء المجهرية، وأحمل أكثر من براءة اختراع، 2 تم صدورهم رسمياً و2 أنتظر إن شاء الله تقييم وصدورهم رسمياً أيضاً. بالنسبة لبراءة الاختراع الأولى اللي هي كانت تخص مجال إنتاج اللقاحات البشرية، واختاريت بأحد الأمراض الشائعة بالعراق اللي هو مرض التايفويد، واستبدلت العترة القياسية اللي محظور على العراق استيرادها بسبب بعض فقرات البند السابع اللي لا زالت موجودة. واستخدمت بكتيريا من دم مرضى عراقيين، وقارنت اللقاح بثلاث أنواعات أنتجتها لضد مرض التايفويد باللقاح المستورد التجاري، وأعطى نتائج جيدة مناعيا مقارنة باللقاح المستورد، فصدرت براءة اختراع بهذا الخصوص. أما فيما يخص براءة الاختراع الأخرى، طبعا براءة الاختراع الأولى ما أنسى ذكرها أساتذتي معاي، الأستاذ محمد إسماعيل والدكتور مدير معهد الموصول واللقاح سابقا في وزارة الصحة، والدكتورة منى الموسوي كلية العلوم جامعة بغداد. أما براءة الاختراع الأخرى فكانت هي تحضير مستخلص عشبي نانوي ضد سرطان البروستات ومضاد أكسدة ومضاد مايكروبي، أيضا مع زملائي من الجامعة التكنولوجية الأستاذ مساعد رغد خويطر والأستاذ الدكتورة خالدة من قسم العلوم التطبيقية. طيب، يعني هذا باختصار ما تحدثت به. نعم. لكن هل تبنى أحد المسؤولين يعني مشروعك أو اتصل بيك لغرض المساعدة؟ بصراحة البراءة الأولى هي كانت عبارة عن بحث ريادي في وزارة التعليم العالي، وتم رصد إلى ميزانية تقريبا 21 مليون دينار عراقي بسنة 2014 من بدء البحث، لكن للأسف حتى كتاب شكر ما إجا ولا تم رصد أي مبلغ، وكان كاهل وعب متطلبات إنتاج اللقاح وتقييم على كل الأصعدة هو على الصعيد الشخصي فقط. عشان يعني ما حد اتصل نهائيا ولا أحد قدم مساعدة، فقط هي مؤسسات المجتمع المدني الموجودة متبنية، قسم المخترعين، منتدى المخترعين، جمعية المخترعين، مركز الابتكار، هي اللي تقيم معارض ولعرض براءاتنا مع من القطاع الخاص المستثمرين أو خارج العراق ضمن المعارض المتاحة، أما الجانب الحكومي نهائيا. ممتاز، زين، طرقتي الباب أنت؟ نعم، طرقتي الباب على طبعا أكيد على المؤسسات الخاصة. طبعا طبعا. مثل منو؟ بالنسبة لي تعرف أنت، بالنسبة لقطاع الفاكسينات هو قطاع مرتبط بوزارة الصحة بالدرجة الأولى ومرتبط بصحة المواطن، ويحتاج بعد خطوات إضافية. يعني إحنا من جربنا أكيد على الحيوانات، لكن يجب أن يكون هناك مثل مؤسسات عندنا ثقافة لقاحات بعد أزمة كورونا، يعني يجب أن يكون اللقاح يطبق أيضا على جانب من المتبرعين ليتم المرحلة الأخيرة. لكن الباب موصد بالنسبة لوزارة الصحة، وقطاعات اللقاحات تستورد عن بكرة أبيها، كل أنواع اللقاحات والمصول تستورد من خارج العراق، وتم إيقاف إنتاج بعض اللقاحات اللي كانت تنتج سابقا في معهد المصول. يعني باب وزارة الصحة كان مسدود أمامك؟ طبعا مسدود. ما هو العذر؟ احنا تحت البند السابع لازلنا ما تتوفر الجراثيم القياسية الخاصة بإنتاج اللقاح، عندنا أوامر بغلق معهد الموصول اللقاح اللي كان ينتج، ما عندنا مختبرات متخصصة، هذه الأعذار اللي موجودة. يعني مو أنا سأستفهم من كلامك بأنه باب اللقاحات مفتوح، لكن باب الاستيراد مفتوح، بس يعني باب العلماء للقاحات مسدود.